يا سلام، الواحد يجي جاي يصطبح اجانب داخلين جوه البازار. ايه ده؟ لا للخصومات لا للكشري، نعم للرفق بالحيوان، تماثيل البازار تؤيد رمزي. هو انا وقعت في مظاهره ولا ايه؟ مين الحيوان اللي علق اليوفط دي؟ انا اللي علقتها. يا سلام، انت اللي علقت، بتشوه سمعتي قدام السياح. حلو، انا عامل اعتصاب ومش هقوم غير لما تنفذ كل مطالبي. ما انت مطالبك اتحققت، انت مش كاتب يافطه وكاتب عليها ايام دونكي، يعني انت حمار. خلاص عادي جدا، عايز ايه تاني غير انك انت تبقى حيوان ونعم بالرفق بالحيوان؟ عايز ايه تاني؟ ماشي يا دولا، اقعد اغلط اغلط ومش هتزحزح من هنا خالص. يعني مش هتقوم خالص؟ طب تعالى بقى، تعالى بقى. انت او ماي جاد، ماذا تفعل بهك الجحيم؟ هذا ليس شأنك، هذا ليس شأنك، انني اتصرف معه كما شئت. تبن لك، تبني النجدة، النجدة. اغلق فمك ايها الوغد، سأقتلك سأقتلك. يا الهي، انه يلكمه في مؤخرته. هل انت اتيت في جمل؟ فلألقمه. اضرب برزقه فاني اتألم. انني اريد ان أعلمك. انت فقدت صوابك، هذا العمل عواقبه وخيمه. وخيمه وخيمه، انت لا تدري يا جون ماذا يفعل بي، انه مرمطني لقد طلع ماي ايز. يوجد قانون يمكن ان تقاضيه لحاكم الولايه. ولايه؟ وده يفهم ولايه؟ ده مش فارقك خالص. اضرب برفق فان بنطال يتفتى. سوف ارفيه لك يا روح خالتك. صحقا، ماذا فعل لكل هذا؟ لقد فعل حاجات كتير محدش ليه دعوه. انت يا عم ايه؟ انت جاي لي من المسرح الاوروبي ولا انا سيبك سلطتك عليا؟ ملوكش دعوه، ملوكش دعوه، ملوكش دعوه. الغوث، الغوث، النجدة. اتنين شاي على ميه بيضة يا حتة والسكر بره. حاضر يا باشا. دول عندي يا دي حتة. أمورنا يا معلم رمزي. ما يصحش، أنت عامله بدون ماء. يا عم ربنا على المفتري. ربنا بيقول اسعى يا عبد ونعينك. ونعمة بالله، بس يعني يا خواجة أنا أعمل إيه بعد كل اللي أنا عملته ده؟ اترك لي هذا الأمر، فأنا أعمل مراسل في قناة خد حقك، وسوف أتبنى قضيتك وسوف تحصل على جميع حقوقك. مستر رمزي، اعلن قضيتك أمام الرأي العام العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حضراتكم، يعني أنا وأخويا على الغريب، وأنا وأنتم وأخويا والغريب على ابن عمي اللي هو دولا. يعني وده يا موفق، منذ متى وأنت تعمل بالبازار؟ حضرتك يعني منذ طفولة أظافري. ياما وقفت جنب دولا حبيبي دون في أزماته اللي أنا كنت دايما محققها له يعني، وياما رحت جبت له كياس كشري وعلب، وساعات كنت بقضي مشاور تخص مراته اللي هي أم ياسمين رانيا. وما هو راتبك الشهري؟ حضرتك أنا بشتغل معاه بلقمتي حضرتك. إذن هي السخرة تعود من جديد. هل كان يعتدي عليك بالضرب المبرح؟ لا هو الحقيقة يعني الضرب ما كانش مربح ولا حاجة، يعني ما كانش بيحاسبني على الفلوس يعني بالإقلام يعني ولا أي حاجة، وياما خدت منه إقلام وشلاليت وما ادانيش ولا أي فلوس. إذن هو عهد المماليك يعود من جديد على يد المملوك عادل سعيد. حضرتك أنا ممكن بس يعني أضيف حاجة صغنطوطة كده هون، يعني أنا من ضمن يعني أسباب اعتصاني وقوفي مع حضراتكم دلوقتي نومتي حضرتك. يعني أنا ياما قلت لدول حبيبي هات لي مرتبة سفنجة علشان أنا بحب أتنطط وأنا نايم يعني بالليل. دعنا نتكلم في صلب قضية رمزي، هل كنت لا تعطي راتبه الشهري؟ حضرتك أنتوا ممكن تسألوا حتة اللي شغال في القهوة اللي جنبينا، قولوا له أنا بدفع مشاريب لرمزي قد إيه يوميا؟ بدفع له 7 جنيه. تخيل حضرتك بيشرب الكوكتيل وهو مش مقتنع إن الموز فاكهة، بيشيل الموز وبيرميه، حتى ما بجيب له حواوشي وده مفروض وجبة ضخمة يعني، بيرمي اللحمة اللي جوه العيش وبياكل العيش حاف يعني. وماذا يقصد بهذا التصرف الغريب؟ حضرتك أنا مش عارف هو يقصد إيه، يمكن مثلا عامل نفسه نباتي ولا حاجة حضرتك. وماذا عن المبيت الغير آدمي بالبازار؟ لو حضرتكوا يعني تقصدوا موضوع المرتبة السفنجة أنا هقول لكم على كل حاجة. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. هو جالي من فترة كده وقال لي أنا عايز مرتبة سفنجة، قلت له ما عنديش مشاكل يا رمزي، يعني عادي جدا حقك أجيب لك مرتبة، بس أنا حبيت أجربه الأول في يعني بتاع دي مخدة سفنج. جبت له المخدة السفنج، تتخيلوا عمل فيها إيه؟ يا ترى إيه؟ عمل ايه بقى يا سيدي؟ فك المخدة السفنج وخد منها السفنج وبالموس، قعد يقطع السفنج حضراتكم ماشي عشان يعملوا كورة شراب.
السؤال يطرح نفسه، يا ترى جاب الشراب منين؟ حضرتك يعني جاب الشراب؟ أنا مرة كنت داخل يعني أتوضى فقلعت الجزمة والشراب، خرجت لقيت فردة شراب واحدة لدرجة إن رجلي التانية خدت برد. وممكن تسألوا الراجل اللي هو شغال في الأجزخانة اللي جنبينا يعني، لأن أنا خدت منه قبل كده يعني مضاد حيوي بتاع البرد. إيه ده؟ ده نمرة البيت، البيت بيتك الأستاذ محمود سعد. ألو ألو، أيوه أستاذ محمود. يا أستاذ محمود حضرتك يعني أنا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول. ها؟ لا حضرتك ضرب إيه معقولة هضربه يعني حضرتك؟ لا يعني حضرتك ها؟ لا بديله مرتبه طبعا، بديله مرتبه. هو قال لحضرتك إن أنا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العاشرة مساء؟ حضرتك يعني هو بيكذب عليك، أنا متابع حضرتك وده يمين هتحاسب عليه من أيام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير. أيوه يا فندم، أيوه يا فندم. ألو يا أستاذ محمود، أستاذ محمود وطي التلفزيون اللي عندك، أستاذ محمود. أه يظهر ما دفعوش الفاتورة. ها في أسئلة تانية؟ وماذا عن الضرب؟ الضرب حضرتك يعني إحنا كلنا ضربنا وإحنا صغيرين، عشان إيه؟ عشان نتعلم. ثانية واحدة. العاشرة مساء. ألو ايوه استاذه منى. والله انا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جدا، اكتر برنامج بشوفه في حياتي يعني. رمزي قال لحضرتك ان انا بقلب وبتفرج على البيت بيتك؟ لا حضرتك هو يقول اللي هو عايز يقوله، انا بتفرج على العاشره مساء من ايام ما كانت العاشره الا ربع. يا استاذه منى، استاذه منى. الو الو، ما دفعوش الفاتوره برضه كده. مش فاضل قدامي غير الاستاذ معتز الدمرداش. حد معاه نمره معتز؟ حبيب قلبي، ايه لازمة الحرب الإعلامية الأولى اللي انت بتخدها دي؟ يا ابني الشيطان دخل بينك واستهدى كده بالله، انت عارف رمزي؟ القليل يسده. يا ماما ما ينفعش يا ماما، أنا لو دفعت له العشرين جنيه بتوع الخصم دول بعد كده يطلب أي حاجة ويعمل اللي في دماغه، يعني مش عارف أحكمه، مش عارف أحكمه. أنا عايز أفهم حاجة يا عادل، هو ده مش موظف عندك؟ ما ترفضه يا أخي، ارفضه وخلصنا. يا سلام، أرفضه عشان الأستاذ محمود سعد في البرنامج بتاع البيت بيته ده، يطلع بقى يقعد يقول رفضه وفين حقوق الإنسان ولازم نبهدل عادل سعيد ويمرمطنا أنا ناقص. طب أوكي أوكي خلاص يا بيبي، أعمل هدنة. يا سلام، اعمل هدنة عشان يغدر بيا وبتمثال عربي مسموم ممكن يغزني. وبعدين خلاص القضيه اتصعدت ووصلت لبلاد بره في اوروبا، دلوقتي القضيه هتتنظر في محكمه العمال بتاعه اتلانتا. صباح الخير عليكم. صباح النور يا اخوي. انا جون دي باولا، محضر مع اتلانتا لمرض مستعجله. أؤمر يا استاذ جون باولا، أؤمر، حضرتك عايز ايه؟ اريد توقع السيد عادل سعيد على استلام الحكم، فقد خسر القضية التي رفعها عليه الشاب رمزي. ايه؟ الشاب رمزي؟ ليه؟ هو قال لكم ان هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام، فقد خسرتم القضية وعليه لابد من دفعكم المبلغ نصف مليون درهم كتعود عن الأضرار التي لاحقت بالشاب رمزي. لا ده ظلم، ده ظلم. عادل عادل، ما تضيعش نفسك عشان الشاب رمزي. عادل عادل. بيبي يا حبيبي قلبي، سلامتك من القوة، سلامة قلبك يا ديدي. غدر بي الجبان، الندل الندل الجبان. دولة حبيبي، دولة. ازيك يا دولة؟ ازيك يا دولة؟ جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز تنتقم مني؟ جاي تموتنا اكتر ما انا هموت اهو. الف سلام عليك يا دولة. لا ما تقولش كده يا دولة، الف سلام عليك. عايز ايه؟ عايز ايه يا كلب؟ اطلع بره اطلع بره اطلع بره. وايه القميص اللي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميص وجايب كمان بتاع جديد؟ يا نهار ابيض يا دولة. ايه يا دولة؟ فلوس ايه بس اللي صرفتها يا عم؟ انت بتدفع حاجة يا دولة؟ يا دولة حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عن الخصم يا دولة. معلش يا عادل يا حبيبي، ده كلهم 20 جنيه يا بيبي. ماشي ماشي، هرفع عنك الخصم وبعدين هباخده تاني. طب يا دولة بقى، يعني انا ليه حبة شروط كمان بعد اذنك؟ كمان حبة شروط؟ يعني شايفة بيستغل مرضي وكمان بيفرض شروط؟ بص يا رانيا. معلش يا بابا نسمعه ونشوف. ماين يا عادل ماين. ايه شروطك؟ تعمل لي اشتراك توك توك اروح بالشغل وارجع بيه كل يوم. شفت النمرضة، شفت النمرضة. وبعدين توك توك ليه؟ اذا كنت انت بتبيت في البازار هتستعمل التوك توك في ايه؟ هتلف بيه جوه البازار من المرتبة للشغل يعني. صح. طب بص يا دولة، يعني اكسر لي تمثال كل يوم في البازار وما تحاسبنيش عليه يا عم، ماشي؟ وتجيب لي كل يوم كوباية
شويه كوكتيل بشلمون وعلبه كشري. علبه كشري؟ طلباتك زادت قوي يا رمزي وبتقرص عليا، يعني كمان علبه كشري؟ علبه؟ معلش يا دولا، انا اسف يا دولا والله صعبت عليا. طب بص بلاش يا عم العلبه دي ونمشيها كيس كشري بس يا دولا حبيبي. دولا خلاص خلاص. السلام عليكم. انا جزمه، انا جزمه، انا عارف ان الجزمه موسخ ايدي. بص ازاي، ماشي خلاص هجيب لك كيس كشري كل يوم، بس على شرط انا كمان بقى. امرني يا دولا حبيبي. مش انا كنت كل يوم بديك قلم بسقعك قلم كده؟ ياه وحشني وحشني والله. طيب يبقى انا كل يوم ليا قلم. ماشي يا دولا. انا بقالي كام يوم ما ضربتكش؟ 3 ايام يا دولا. 3 ايام ما ضربتكش؟ ايه 3 ايام دول بكام قلم؟ بثلاث اقلام يا دولا يا حبيبي، الف سلامه عليك. ثلاث اقلام. طيب تعالى لي.